دلوقتي خلينا نروح مع حضراتكم عشان نتابع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، كمان الماتشات اللي هتتلعب في الجولة 16 من الدوري المصري. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فجناح مبادرة حياة كريمة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب هيطلق مسابقة ثقافية لكافة الأعمار حول جهود المبادرة في تطوير قرى الريف المصري، فضلاً عن المبادرات اللي شاركت بها سواء إنسانية أو اجتماعية وغيرها، وهيتم اختيار من 5 لـ10 فائزين يومياً، وبيحصل الفائز على جائزة رمزية. النهاردة هيكون موضوع خطبة الجمعة بعنوان الوطنية بين الحقيقة والادعاء وحب الوطن فطرة إنسانية، وشددت الأوقاف على جميع الأئمة والخطباء العاملين بالوزارة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة الموحد نصاً أو مضموناً على أقل تقدير. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة 16 من عمر المسابقة. هيلتقي أسوان مع طلائع الجيش الساعة 3:15، وهيلتقي الإسماعيلي مع الداخلية الساعة 5، والساعة 7 مباراة المقاولين مع الاتحاد السكندري.